دلوقتي عندنا سؤالين في الادب، اول سؤال الصحبجيه تاخدوا جوكر. مش في العلوم؟ لا مش في يا دكاتره. انتوا حرين، دوس على البزر. اصعب سؤال في الفقره. ايوه بجد فعلا، يعني احمد هاشم شاطر في التاريخ وانتوا دكاتره، طب ما تاخدوا جوكر في العلوم يا في التاريخ. ادب والسؤال هو ابن الفقير هي رواية الكاتب جزائري، فمن هو؟ ابتدى في كتابتها 1939 واتنشرت 1950 لأول مرة باللغة الفرنسية، وبعد كده ترجمت للعربية. بيحكي فيها عن حياته في منطقة القبائل في الجزائر. صلاح شاكيرو؟ صلاح شاكيرو أديب جزائري مهم، ولكن إجابة خاطئة. في إجابة؟ حاول نروح لحد يكون مات أو أي حاجة، يعني هنقول طاهر وطار. إجابة خاطئة. زائد 20 أو ناقص 10. أربع اختيارات قصادنا على الشاشة: وسين الأعرج، أحمد طيباوي، مولود فرعون، عبد الوهاب عساوي. طبعا كلهم عايشين ما عدا واحد بس ما يعرفوش، مولود فرعون. هو بيفكر بيستبعد وبيفكر. لسه مواليد سبعينات، واحمد طيباوي برضو في نفس السن، وسين الأعرج لسه عايش اكبر منهم شويه بس لسه عايش. الباوي بتبهرني باسلوب تفكيرك مش بمعلوماتك، وعنده كمان سرعه في اتخاذ القرار، ولكن بتاخد الريسك كتير. بس ساعات بيطلع صح. نو ريسك نو فن. اجابه صحيحه. مولود فرعون، برافو عليك يا الباوي. 20 نقطة، خطف سؤال الأدب من الصحبجية.